إنه الطائر الأكثر شهرة في فلسطين، وهناك إجماع لدى الفلسطينيين على تسميته بالعصفور. عصفور الدوير البلدي هو طائرنا في هذه الجولة في الطبيعة الفلسطينية. يعتبر الدوير البلدي بتغريداته المتواصلة من ساعات الصباح الباكر وحتى الغروب جزءاً من حياة سكان الحضر لكثرة انتشاره في المدن والمناطق المبنية. يتراوح طوله من 14 إلى 17 سنتيمتر، ولا يتجاوز وزنه 33 جراماً. للدوير ألوان باهتة مع تباين واضح بين ألوان الذكر والأنثى، حيث يغلب اللون الرمادي على جسم الأنثى، بينما يتميز الذكر باللون البني الداكن واللون الأسود الذي يغطي مقدمة الرقبة والوجه، وله منقار قصير قوي يساعده على تناول البذور. والدويري من أكثر الطيور انتشاراً حول العالم، حيث يحتل مساحة كبيرة في آسيا وأجزاء من إفريقيا، وينتشر في جميع أنحاء قارة أوروبا وفي الأمريكيتين. أما محلياً فطائر الدوير البلدي من الطيور المقيمة على مدار العام، وينتشر في جميع مناطق فلسطين من الساحل إلى المناطق الجبلية، إلا أنه أقل تواجداً في المناطق الصحراوية، ويقتصر انتشاره فيها على محيط التجمعات السكنية. وينتشر الدوير في حقول القمح والذرة وحقول عباد الشمس وفي المناطق الزراعية بشكل عام، وخاصة في أماكن وجود المواشي، حيث يتغذى على أعلافها. كما يعتبر الدوير البلدي من أكثر الطيور شيوعاً وتكيفاً مع البيئات الحضرية والمناطق ذات الكثافة السكانية، حتى إن الترجمة الحرفية لاسمه من اللغة الإنجليزية هو دوير البيوت، كما أنه يتغذى على بقايا طعام سكان الحضر. الدوير البلدي شائع الانتشار أيضاً في الحدائق المنزلية والمباني المهجورة والمتنزهات والمناطق الخضراء الحضرية، ويتغذى على ثمار الحدائق المنزلية كالتوت والتفاح والتين وعلى براعم الأشجار، كما يتغذى على الحشرات خاصة في فصل الصيف. يلجأ الدويري في أيام الصيف إلى المسطحات المائية، حيث وفرة الماء والغذاء وهروباً من درجات الحرارة المرتفعة.
كما يغتنم الدويري بقع المياه على جوانب الطرقات لينعم بحمام بارد. خارج المناطق الحضرية يوجد الدويري البلدي على شكل مجموعات بينها أفراد من طائر الدويري الإسباني، وهو من الطيور المنتشرة في فلسطين وتشبه الدويري البلدي في نمط الغذاء، إلا أن ذكور الإسباني تتميز بألوان يغلب عليها اللون البني المائل إلى الحمرة، في حين تتشابه الإناث إلى حد كبير. يميل الدويري البلدي إلى التعشيش في البيئات الحضرية، حيث يعشش في ثقوب المباني والمستودعات في المناطق المأهولة، كما يعشش على أعمدة الإنارة وشقوق الجدران. ويأتي عش الدويري البلدي على شكل فتحة ضيقة بالكاد تتسع له، داخلها تجويف واسع، ويقوم الدويري بملء عشه بالحشائش اليابسة ويبطنه بالحشائش الناعمة والريش لتوفير بيئة مناسبة لفراخه، وقد يستعمله لأكثر من موسم. يضع الدويري من 3 إلى 8 بيضات في الموسم الواحد، وتصل فترة الحضانة إلى 14 يوماً. الدويري البلدي ليس من الطيور المهددة بالانقراض، ومن أكثر المهددات له في فلسطين التنافس الشديد مع الطيور الغازية كطائر الدرة المطوقة والمينا الشائع، التي غزت فلسطين وتكاثرت فيها بشكل ملفت خلال العقدين الآخرين. ومن الشائع أن يقوم المينا بمهاجمة أعشاش الدويري واختطاف فراخه، التي تعتبر وجبة مفضلة للطائر الغازي. ويعتبر تهديد المينا الشائع مصدر قلق للمختصين ومراقبي الطيور، سواء من الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الرسمية التي تولي اهتماماً خاصاً بدراسة تأثير الطيور الغازية على الدويري البلدي كواحد من مكونات الطبيعة الفلسطينية الأصيلة. ومن المفارقات أن الدويري البلدي يعتبر طائراً دخيلاً في مناطق أخرى من العالم كأجزاء من أمريكا الشمالية، ويشكل منافساً خطراً على الطيور المقيمة، خاصة على طيور الحديقة المنزلية، حيث بدأ الدويري بمنافستها في فرص التعشيش ومصادر الغذاء. وإلى هنا مشاهدين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الجولة في الطبيعة الفلسطينية الجميلة، والتي كانت بصحبة العصفور.